دلوقتي عاملين ايه؟ اقسم بالله العلي العظيم انا مش قادر اوصف لكم فرحتي بالكمية الكومنتات اللي بتجيلي، وانا برد عليها واحد واحد. يعني انا برد عليها واحد واحد، واكتر حاجة فرحتني اصلا ان رشاد امبارح دخل لي اللايف وقال لي انا جايلك من اليوتيوب. عارف حرفيا انا قعدت احفل في اللايف كده لما جالي. فهتلاقوا لينك الصفحة بتاعتي تحت، اللي حابب برضو يجي يتفرج على اللايفات بتاعتنا كده. من الاخر كده احنا بنلعب جيم بلاي، يعني احنا عايزين نحترف اللعبة دي اكتر من ان احنا نعمل اي حاجة تانية، ولا نعمل شو، ولا نعمل اي حاجة من الكلام دي. فاحنا عايزين نحترف اللعبة، احنا عايزين نحترف اللعبة. لو انت مش مشترك في القناة اشترك عشان خاطر نخرب الدنيا بعدين، وانا الاشتراكات دي بتحفزني، كل حاجة بتحفزني ان انا اعملها. النهاردة هجرب لكم يعني انتوا شايفين اللعيبة بتاعتي كنت تقريبا كل واحد في مركزه ما عدا رونالدينو. النهاردة هنجرب مع بعض اكتر من خطة مختلفة للهجوم، اللي هو انت ازاي تستخدم التشكيلة بتاعتك دي كلها في انك انت تعمل بيها اكتر من خطة واكتر من شكل معين تقدر تلعب بيهم. فيلا بينا كده نبدأ على طول، وتعالوا اخرب لكم الدنيا. بس قبل ما نبدأ كده يعني فاهم، انزل ادعسني اللايك، يعني اللايك الموضوع بيفرق والله العظيم في نفسية الواحد وفي كل حاجة، وبيساعدني ان انا اتقدم وبيساعدني ان انا استمر اكتر واكتر واكتر. اول خطة هجومية بحتة، يعني اللي هو لما بنتكلم في خطط الهجومية والناس اللي متابعاني في القناة عارفة ان دي اول واحدة انا بختارها لانها بتريحني بشكل عام. فطبعا احنا نحاول نظبط التشكيلة. ده بيلعب، بتعرفوا منين؟ انا عايز اقول لكم بس كده باختصار، بتعرفوا منين اللاعب ده بيلعب فين؟ شايفين كلمة معظمات المهارة دي اللي فوق؟ هو مكتوب بيلعب ايه، بيلعب سي اي ام، وبيلعب سي اف وسي ام، واللي دبليو ار دبليو اس تي. تمام، يعني زيدان بتلاقيه بيدوس في اماكن كتير وحاجات كتير حلوة. طيب احنا مش هنبتدي الماتش بديماريا، هنبتدي برافينيا. ليه؟ علشان التناغم يظبط. يعني انا عايز اوريكم حاجة بس كده، التناغم اعلى حاجة عنده، يعني التناغم عالي عليان لدرجة عالية قوي، يعني التناغم عالي لدرجة عالية قوي. كده كده انا هبيع رافينيا قريب قوي بس مستنيه يغلى. فاول الماتش هنبتدي برافينيا، مش هنبتدي بأي حد تاني. تمام، انا اصلا ممكن اقلب الدنيا والعب برونالدينو هنا عادي جدا عادي جدا. يعني شايفين ان انا بظبط التشكيلة على قد ما اقدر باكتر طريقة ممكنة، وهنولع الدنيا، يعني احنا هنخرب الدنيا. تمام، يلا بينا نبدأ كده أول ماتشاية بعد ما احنا ظبطنا التشكيلة دي بشكل عام. يلا بينا يلا بينا، دي أول خطة هجومية بس كده عشان أنا عايز أجرب أكتر من خطة، وهجرب أكتر من لبس. يعني أنا هجرب أكتر من خطة أكتر من لبس. كويس، داخلين ضد واحد 1,113,000 وواخد لبس باريس، كان اسمه ايه الفريق اللي بيلعب فيه هالاند؟ يا نهار اسود، نسيت الفريق اللي بيلعب فيه هالاند. اوبا، ها برضو التاني عامل عك في تشكيلته وحاطط لي مبابي يعني بصوا، هنروق على بعض. الماتش ده هيكون صعب، الماتش ده صعب. بروسيا دورتموند بيضحك يا جدعان. يا جوردي ألبا، مش المفروض يا جوردي ألبا يكون أشد من كده؟ جوردي ألبا وديست الاتنين مش افضل اظهرها في الدنيا يعني بصراحة ربنا. طيب بنلعب برونالدينو. انا ليه حطيت رونالدينو هنا؟ عشان خاطر انا بلعب كتير قوي هنا، ما بعرفش العب في حتة ال دبليو. يعني اللي متابعني وعارفني عارف ان انا في حتة ال دبليو دي ما بعرفش العب، بلعب بالراحة خالص في الماتشات الصعبة، ما برضاش ادوس على زرار السرعة الا غالبا، لان هو اصلا لو بتاخد بالك منه هو التاني بيرجع، يعني هو التاني بيرجع مش راضي يخش عليا، فانا عشان كده بحاول اجيبه عليا، بحاول اخليه يجي عليا على قد ما اقدر. اخد مني الكوره وهيجيب هدف دلوقتي حالا عادي، مفيش مشاكل فاهم، بس احنا برضو ايه نتحنك ونعمل نفسنا بنعرف نلعب، ما فيش مشاكل وعادي عادي عادي. نولع الحكه، اهم حاجه نولع الحكه والمكه. تمام، نولع الحكه والمكه، يلا كده نهدي اللعب. اوف، بص انا بحاول العب ما بدوس على زرار السرعه، لان الباشا لو دوست على زرار السرعه هيبلعني. معاه تشاوميني في خط النص ومعاه الواد مكاليلي، الاتنين خفيف. ايه مكاليلي اللي انا بقولها دي؟ اوف، طلعت كلاس دي خطره جدا، طلعت كلاس دي فاهم، خلته يروح لحد الجناح وكله بالي خبط في ديست. عشان كده انا بقى مش ديست، الواد الجوردي قلبه، عشان كده انا بقول الدنيا زي الزفت. تمام، ورحت ساكع على الديست، قاعدين نتمنظر ونتحنيك وبتاع، والاتنين خبطوا في بعض قدام، دخل امبابي خلص. طيب يلا نعملها هجوم، والواد ديسلايكات. ماشي تمام يا دنيا، تمام يا دنيا، هو انت منهم؟ تعالى بقى. طب استنى، ما بصيتش كده يا ريس.
ينفع يا جدع يا جدع، حرام حرام يا جدع. وايه كمية الناس اللي عنده دي يا رونالدينهو؟ انا مباصي ارضية يا رونالدينهو، الباصات وحشة قوي يا جدعان، وحشة قوي 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 يا جدعان، وحشة بشكل مبالغ فيه. ماشي طيب، تعالى لي انت بسرعة، تعالى لي انت يا ريس بسرعة، تعالى لي كده، تعالى لي كده، تعالى لي يا ريس بسرعة. انزل يا عم ديمري وحش، انزل يا عم ديمري وحش، عايزين نقلب المباراة. يلا تركيزنا كله هيكون، يلا يا رونالدينو ده، يا رونالدينو اللي حصل، هو ايه اللي حصل يا ريس؟ ايه اللي حصل يا ريس؟ والبنج المفروض مش يكون اخضر وهو 75 ولا ايه النظام؟ بص اتفتحت له تاني قوي، اتفتحت له تاني قوي، اتفتحت له تاني، اتفتحت له تاني. اوف عرضية مظبوطة ظابطة محترمة بصراحة يعني. بص ماشي 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 باشا ببطء، وراح رفع عرضية مظبوطة ظابطة محترمة. الماتش ده نزلت، الماتش ده نزلت، بس ان شاء الله نحاول نعوض ان شاء الله. طيب على الهادي كده، خد يا عمي تعالى لي، تعالى لي كده على الهادي. ايوه انا عايزك تكسر ديك ام اللعيبه كلها. على فكره كانت جايه لك يا فان بيرسي، مش فاهم ازاي نط فان دايك كده وجابها، وانا بتوعنا بيقف ورا عادي. ما تطلعلوش يا كلوبالي، انا كلوبالي ما قلتلكش اطلع، انا معلم على لاعب تاني اصلا. يلا بص فان بيرسي، فان بيرسي برضو مش سالك معانا، فان بيرسي مش سالك معانا. ماشي تعاش كله بالي، اطلع يا فان بيرسي، اطلع يا فان بيرسي. ماشي يا اولاد اللذينة، هدفين يعتبروا غلطات دفاعية والله، واحد عرضية والتانيين الاتنين لبسوا في بعض. الواد لعبه كله مرتفع، اغلب لعبه مرتفع، اغلب لعبه مرتفع. برضو دي غلطة شنيعة. ماشي كويس اوي يا عم، غرف داهية بقى يا عم، غرف داهية، يلعن ابو منظرك. ما كانش ماتش كسبته، ما كانش ماتش كسبته، هتفضل تبعت لي ديسلايك؟ خد خد يلعن ميتين، الكلام ميتين اللي جابك ده، انت عيل مستفيد، ده انت عيل بارد، ياه عيل بارد، ياه يا دي البرود ده، ياه يلا اد من هنا، يلا 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 يلا. طيب فككوا بقى من التشكيلة دي، تمام فككوا من التشكيلة، أنا غلطان. أول خطة هجومية زعلنا بيها، ماشي 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 ماشي. طيب تعالوا نلعب بخط ده، ماشي الساعة 9 جت، تعالوا نلعب بخطة تانية، نلعب بخطة تانية، نلعب بخطة تانية، تعالوا نلعب بدي، أنا بشوف ماتادور بيلعب بيها. الخطة دي مش بس هجومية، دي هجومية بحتة يعني، دي هجومية بشكل مبالغ فيه. طيب كل حاجة متظبطة، رافينيا محطوط ار دبليو، هات لي دي ماريا الأول. يلا يلا يا عم، يلا يلا نسكع الكلام، يلا يلا على طول على طول نودي، على طول ما عندناش تفاهم، نخسر نودي عشان نفوز بس، فاهمين؟ ما عندناش تفاهم ولا كلام ولا هدوء، على طول قبلت ما نغير السي ام اللي في النص اللي هو خالد، نجيب واحد تاني غيره. فاحنا بنحوش فلوس دلوقتي عشان الالتيميت لما يجي كده تبقى الدنيا متظبطة اكتر واكتر بإذن الله علينا وعليكم بخير يعني. الالتيميت خلاص هانت، عم زيدان الوحش داخلين ضد 2 سترايكر، واحنا برضه عندنا 2 سترايكر، حاطين نيمار وجنبيه فان بيرسي، نيمار وفان بيرسي، نيمار وفان بيرسي الاتنين حلوين قوي. طيب 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 طب 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 هدي 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 اللعب، خش 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 لجوه، خش لجوه خش لجوه خش. رونالدينو 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 رونالدينو، ادي لجوردي ألب، ادي لزيدان.
اوف على التكتيك، اوف على التكتيك، اوف على التكتيك. فان بيرسي يخلص، بس فان بيرسي ليه ظهر كأنه رونالدو كده؟ ايه ده، هو ماله كده؟ زي ما يكون حلق شعره ورا، حد خد باله؟ حد خلي باله؟ زي ما يكون حلق شعره لورا في الاحتفال يعني. اللي خد باله في الكومنتات اكتب لي، خد باله في الكومنتات اكتب لي، ولو وصل لحد هنا برضه اكتب لي يعني، فاهم يا جدعان؟ عشان يعني التحفيز كنوع من انواع التحفيز كده، اعرف مين بيكمل معايا للاخر، مين بيتفرج عليا، مين كده يعني، كده يعني. بتتفرج عليا كده وليك في الحاجات الطويله دي، او احنا بنفتح لايف على الفيسبوك ونقعد نخربها سوا مع بعضينا كده ونلعب ضد بعض وبتاع. تعال تعال يا ريس، تعال يا ريس، عندك اي سؤال، عندك اي حاجه اكتب. ايه ده، ماشي كويس ان انا عملتها كده، كويس ان انا عملتها كده، ربنا يستر بس ما نجيش فينا هدف. اوف جاي هدف، كانت حسيتها هدف صريح. يلا يا رونالدينو اطلع، اطلع بمرتدة يا رونالدينو. اوف يخرب بيتك، بحبه يا جدعان، بحب رونالدينو ده فشخ. خلص يا دي ماريا، خلص يا دي ماريا، عاش عاش يا دي ماريا، والله والله عاش. ادي القلب، ادي القلب، ادي القلب، ادي 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 القلب، ادي القلب. اوف على طول على طول، عاش والله. الخطة دي في المرتدات لا، ما بترحمش حرفيا، حرفيا ما بترحمش بجد، حرفيا ما بترحمش بجد، فاهم؟ هتجيب الهدف، هتجيب الهدف، لان هي اصلا في خط النص تعتبر فاضية. تخيل انا حاطط في خط النص زيدان وخلد. لا ما تجيش هدف. ايوه بالظبط. طيب انا عايز اطلع بس كده، معلش عايز، انا عايز اخلي زيدان هو المهاجم عشان هو في خط النص، مش زي اوف. العرضيات لا دين لها، العرضيات لا دين لها. خد الواد في ظهره، نط على الواد، نط، خلى الواد دي ماريا فاهم يعني، وشه للحيط وحاجة تانية ليا كده، بس مش هينفع نقولها عشان خاطر ما ناخدش كوب سترايك. بس انت يعني هتلاقينا في اللايفات بنخربها سوا، بنخربها سوا وبنخرج عن الشعور وبنعمل كل حاجة نفسنا نعملها، بنعمل كل حاجة نفسنا نعملها. ارفع لي كده عرضية زي ما هو رفع. يا اخي حرام، يا اخي يا اخي حرام. خلاص الماتش خلص، الماتش خلص يا نجم. طيب ننزل رافينيا دلوقتي ولا نستنى لما الماتش يبدأ وبعد كده ننزل؟ نستنى لما الماتش يبدأ وبعد كده ننزل، عشان رافينيا بيكون في، عشان كده دي ماريا بيبقى في نفس تاني، دي ماريا بيبقى في نفس تاني، يجري له جريتين كده بيبقى لسه اخضر. بعدين يا ولاد الوصول، خد 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 خد. ايوه، دي ماريا، والله دي ماريا جامد، دي ماريا جامد، بحب دي ماريا فشخ. شفتوا عمل ايه في ماتش الارجنتين؟ يا ابن الكلب، يا ابن الكلب، دي كده ضيعت هجمه وكده هتجيبها علينا بمرتده. يا غبي يا غبي يا غبي يا غبي، هيفضل يحني كتير. اوه يا فاندرسار، ليه بس يا فاندرسار؟ ربنا يستر بس كده، وما ما يجيبش هدف من عرضية تانية، هتبضن. اصل انا جايب الهدفين، واحد من مرتدة وهدف جايبه بشرف. انت هتجيب الاتنين عرضية يعني؟ مرضيش ربنا يا صاحبي، صاحبي مرضيش ربنا والله يعني، فاهم؟ يا رب بس يكون فاندرسار ما لمسهاش. ايه ده نزل زيدان يا جدعان، ونزل فان بيرسي ونزل شوية حاجات كده، اللي هو ايه ده، هو دي التبديلات بتاعتكو يا جدعان؟ ده انا بلعب بحاجات اساسية، هي دي التبديلات بتاعتكو؟ هي دي التبديلات؟ ده انا خلاص. طب نعملها دفاع، طيب لحسن الواد عملها هجوم. ايوه يا ديستا جامد، خد الكورة كده، مش طالبة عك في اخر المباراة بصراحة، مش طالبة عك في اخر. هي دي التبديلات بتاعتكو بجد؟ ده انا افتكرها اساسيات، لان الحاجات دي جايبهم على اساس ان انا معايا لعيبه محدش معاه في السيلفر، وما هو بينزل في التبديل بينزل زيدان وفان بيرسي. ان الحاجات دي انا افتكر معايا تشكيله خارقه والله. ده انا العيال كانت بتكلمني بتقول لي خش بطوله، في بطوله كده. ايه يا جدع يا جدع جدع، على فكره يا جدعان اللي شفته دي كنتوا هيموت ويجيب عرضيه. محدش يكلمني والنبي على ان انا ملعبش عرضيات والنبي، كومنتات بالله بالله يا جدعان. انا لو الراجل ما بيجيله فرصة ان هو يعمل عرضية بيكون عايز يعملها. خد
حياة أمك، لا 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 لا، بص هشلك. حياة أمك لا شلك. يلا عاش عاش لينا، عاش لينا، زعلناه. يلا في ده، يلا هات في ده، يلا هات من هنا، هات يلا هات عرضية، يلا يلا هات عرضية. قال لك أنا بلعب كله، أنا بلعب كله، انت هتلاقيني مع الوحش وحش والحلو حلو. يلا ياد من هنا، يلا هات ياد الكوس، ياد دي ياد تلزمني. ماشي يا رجاله، ماشي يا رجاله، خلاص احنا جربنا الخطه دي وما زلنا في نفس اللي احنا عمالين نطلع وننزل، نطلع وننزل. فا قشطه قشطه جدا، نقفل على كده. السلام عليكم.